بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بردام لباس كاني دجالة. طبعا يا مال سردمي فتنة كاني دجالة ودرشوني خوي معبيتي وهتاوكو بين شطرونة درناشة وقلتون لفرمودة كاني رسول الله هاتوا صلى الله عليه وسلم و كاركاني درچوني دياري كردوا كبريتيا لمانايا كميان درچوني مهدي دوميان فتحي قسطنطينية وفتحي قدس أو منطقانا ساميان زينو بونوي خلافت شوارميان بردنوي ملحمة الكبرى جنگا قوركا جميان توربوني هي خوي لبر وشونا فرمي يخرج من غضبة يغضبها. أجل بروين بو هنديك آثار للاي وذا في كوريا ما نوانا هاتوكا يكي جيش له كاركاني تربريتيا لنا ماني علم كافر ما يخرج في قلة من العلم في إدبار من العلم وهو كاري حوتم يجديد كبريتيا لا وفي فرقة واختلاف الناس تفرقوا راجعي خلقي فإن بغين أم حوت هو كارا يا أم هشت هو كارا هو كاري درشوني دجالة ومسلمان لآخر زمانة أبو هريرة فرمي حزي بدرشوني دجالة بيوكو چون حزي لآوي ساردة لرجع كاكزور قرمو توني شدي أو بنصي فرمو دهات ولا أبو هريرة كأفرمي قبل خروج الدجال يكون المؤمن يشتهي خروجه كما يشتهي الماء البارد في الحر على الظمأ. فرمي إيمان داران وين ليه بيش درشوني دجال شون حزيان لا آوي سارد لا قرما ولا تونيان تيا أو حزيان درشوني دجال بو لبروي أزانين يكم تيناكاون بيش ونك إيمان داران نواقض إسلامي أنتيانية أي خوان نولا نوشاني ككافر وطاو دوم يعني يقلاي ابنه ابو مهدي ودجاتي كرني دجال سيم يعني اتر منافق نام يعني اهلي دجال ام يدرك اهلي حقيقه ام يدرك وشوارم يعني زان عيسى دا بزي اتر خوش گزراني خوش حالي روكات اهلي اسلام اتر زان عدل قريت اتر ظلم وجور نام يعني ولا بر معنا زهر حزي يعني زودتك كاستاك استا حاليا هم مسلماني في خوش زود دجال درج وي او معسكري كفري معنا جيابته واجزاني درتوني او اصلا زليل بوني كفر انك عزت يعني بعزت بوني مسلمان انا بعكسه و كدرت شي وكوباس مانكر شوين كوت وكاني كم كساكن بيجها مشتها مو كافر دعاك كخولنا شاي نسرع كفر هم منافقي دعاء كذا لو خوي كذا بمنافقي ده هم يهودية دعاء كذا آفرتان زور بين دعاء كذا زور قل ما غولش دعاء كذا وخوارج دعاء كذا أم شش طاقمة هرش شيء دعاء دجال كذا عندك العلماء فرمون أهل الشهوتيش والطاقمي حوتما هم دعاء كذا آخر لنا وشوني أوانا أبيته هو باق بنا ويزاوي دعائي كأمانة نمان لسر زوي اتر زوي باك بيت و بيت بس زوي كشايسته و بيه مسلمان بطاوي بخوش حالي لسري بجي او واكا اتر غنيمت دابش بكري كزوري نگري زكاة بدري كزوري نگري او واكا كأمانة نامن ام حوت چين و قالب نامن كامو بخلواتي سر زوي و همو قيزة و نكاني سر زوي غرب لكي حثالة من الناس نامن اتر بخير يبان داري كي راستقيني صاحب سليم منت و جواكا مسلمان بخوش حالي بجي و كديت بيش اوا وشك صالية قرانية رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي ده هاتي زوينة ما فرمي الله جل جلاله سي صال بيش هاتني دجال يكم صاليا فرمانك بأسمان يقل سرسي اوكي بقريته بس زويش يقل سرسي بروبو مكي دو امصال دول سرسي سي امصال هرهمي ترى فرمي ألا ويايا
شدة المؤونة الرؤيا زاد جال درجة كذا يو لو قرانيا لو قات قريا لو بينانو آوي آتشي بي آلتوني بي باري بي نانو آوي بي بهشتي بي جهنمي بي هتر خلقي شيء أوي 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 خلق أوي أوي خلق أمر ربو معاشي دو عدد جالو كبتشوكا كانا كوي كقرانيج نقشتو تاوي نان نبيو آو نبيو هيج نبيو جا قراني بقا تاو دجالي قورا بيو أو هموشتشي بي بيو على برا خلق دعا كوي زور بي دعا كوي وأن فتنانا وكو رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي هار هموي لفتنة دجالة توب كوي تامانا كوي تاوي خوشي رزقاري بي لمانا رزقاري بي لوي ويش بقشتي چن خالك هي بو خو پارستن لفتنة دجال كهموي لفرمو دكانا باس كراو يا كميان طلب العلم الشرعي في أربوني زانسي شرعي لبروي او گنجی که اچه تا برام بری و پی حل نا خلطه و سلمان بو خلکی دجال افرمه تو دجالی و دجالی رسول الله باسی کرد و من علم شرعیم پی لبارت و الله خلطه بید او یکمه دومیان دور کوتنو لهمو گروپا گمراکان چونکه خودی تفرقه که فتنی دجال تی کوتن و رسول الله صلى الله عليه وسلم بشو ينكوتني في التكان الدجال ودجال وكان بحذيفة فرميتي فرمي فرمان بشي بيكي لو روش قال فرمي فاعتزل تلك الفرقة كلها لو قرب فرقة نهم يدور برو دور كورو لهم سر بأي شيء عن مبا تو دس بقرة بشي وما أنا عليه اليوم وأصحابي سيميان عبادة كردني زور بادروا بالأعمال فتنة كقطع الليل المظلم عبادة زور بكن كداري شاك زور بكن أما سيا شوارميان دور كوتنوا للدجال ولا فتنة كاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة كان دين القاعد فيها خير من القائم والقائم خير من الماشي والماشي خير من الساعي دور كوروليا يفر بدينه من الفتن لو كسانبه خالد واو مناقشة نكردني دجال بجهل شكرا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي يأتيه رجل فيقول أنا أناظره فما يلبث أن يتبعه لما معه من الشبه بياو دي قال إيش مناظر ومناقشة دجالك بدرو يخمو وهلا متوزع نابا وأنا شبهي بيدو عكب ولا بروي كاب رأيكي اللي تبرزه وكمل علمه وأزانش تي بيكري خالد وأو زهد بين يعزبون للدنيا طبعا راستي بس أهلي زهد بارز رابن للدجال شون كأودية دنيا يبيه وقراني وقاتو قريشة أقلتو أهلي زهد نبي ودنيا كدواء كوي يمروا بينين خلقك أهلي زهد نبي ودنيا دواء مدجال يكوي فهمو دجال وكي يقى كي اهر وابي وكاتش خالدوها وخو باراستن لسحر وجادو بهموش يوه لسحر وجادو كهانت وبابتان فالقرتنا وبرجونا زانم استير ناسي وشيو معنا حامي دور بلي براسي اگر بيتو لقلوانا يبدو اي دجالة كي يجو قوانا چين اوانا لشياطين وشدبتوالين وشتاني كي زور كم وجزئيت بيالين دجال يدك واكو بزين وقاتو شتي زور قورت لي بيه ويقر تو هالخلطة بس حلو جادوي ام دجال بشكولانا بهي قورا ولا ترى هالخلطة خالد واو جيا كدنا ويكفر ايمان لا يكتري تطبيقي ولا ابرا شكو براسي اقر نتواني كفر ايمان لا يكجا كيتو تطبيقي ولا ابرا ابكي دعا كوي تي اكوي بقرا لو انا بلي امولي امرا بسم اطاعكين وقلت انا سا بدل جالا قلت كان لنا ولي امرا بسم اطاعك اي قوربي ولي امري قوري اصلا بسم اطاعك جاء وقتها لو انا بمهدي ولا اشكرك يبلي انا وخروجي كردو على دجال لولي امري اعظم مش
خالي دواءو خوب دور كردن لدجالون كذابون لائمة المضلين كبراسي جو قلت له انا وش كان كوتني انت يا شنت الامام قم راكر كان الدجال كذاب كان كي يحدثونكم بما لم تسمعوا انتم ولا اباؤكم جو انا قلت له روي بضكان كتو واختل السنون خضاعي تيكوي صدق في يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الامين دعاء وانك كدعاء وانك دعاء دجالك خالد دعاء لبر كردني دا آدي على سرتاي كهف يالك وتاي كهف كهردك هات وبا حديث أفرمي لحديثي كان من لقيه هركس يقش بدجال فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف لرواية 10 آيات من أول سورة الكهف هركس بيجي يعني زيك بوليوي فتنكي با أو دا آياتي سورة كهف لسرتاكي بخيواني بيها فارز رأوبي رواتي كتلا فرمي دا آيات لآخر يوم من قرأ 10 آيات من آخر سورة الكهف عصم من فتنة الدجال بوي هردوكي رزقار كلا بلا ما قر همو كهف اللي بربي وباشتر همو صوري كهف اللي بربي باشتر خالد وأو هول بدي لو جي قايانا بجيد كدجال ناتواني بشتناوي لو جاءنا بجد العيش في الأماكن الذي لا يدخلها الدجال وكوكو مكة مدينة قدس مزقوتي تقول لو تشعر شو بنات وانا نسيك بكوكو كلا حديث صحيحات ودو هذا البيئة خالد وأو بناقرتن بأ الله لفتنا كاني دجال لهمون يعجيك على التحياتي أخيرا بيش سلام دانا وكوكو رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابة كاني فيرك وابن مسعود فرمي أو دعائي فيرك لنك شون صورتك قرآن مع فيرك اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والمادة ومن فتنة المسيح الدجال خوالي دعاء بقشتي دعاء كردن حذي فيك وريمان رزا ورحمة الله إليه بفرميك فتنة كان دجالات إنسان رزقارنا بهتا دعانك وكو دعائي كدعاء الغريق كسيكي أكيد الدرياء كوا ملنا زاني باشا لو كاتا كهنا سو بينا من يخليك غرق بي شون دعاك يتو بكل الله باريتو الله يرزق عربك أوا دعانا كيلو في تناني دجال رزق عربنا بتيك ولخو بعي نبي با كوم على بابت بش ببس باريتو بدعاء زورك خالد واو دور كوت نوا لفيتني عفرت كبراسي آفرتان زورترين يعني شوين كوتي دجال و بوشي ويا زورترين خلقي كطالبي آفرت بو طالبي او وقتا دجال و فتنة كاني دجال جبه و لقل يعني عروا و قد شون هل يسا شايبينين ايكي با پارا داغلي فتنة كاني بي ايكي با صلاة داغلي بي ايكي با آفرت داغلي بي و بزوري با آفرت چنا خزمتي آثار كان كيناويتي ان شاء الله ثريا كم كيناويتي فرمي عن قتادة قال سمعت أبا طفيلة بس أنا ديك تريش هنا بيتي هلا قتادة أفرمي سمعت أبا طفيلة قال مررت على حذيفة بن أسيد فقلت ما يقعدك وقد خرج الدجال قال قعد فذكر الحديث وقال فيه ثلاث علامات أعور ربكم ليس بأعور ولا يسخر له من الدواب إلا الحمار رجس على رجس مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن كاتب أو غير كاتب أبو طفيل فرمي يعني ببال حذيفة كري أسيدة وتموتو ألا بيا دان يشتيب به يشتكي شو دجال وادرشو وهات فرمي دانيش جعل درناتي جعل درناتي سردمي كي سردمي صحابة تابعية لو سردمي درناتي بلام لقل وشا صحابه تابعي كان هر خميان بودرشي حتى ليك لحديث كان افرمي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا باسي دجالي كر وانا باسي دجالي كر اور ما ناي بو بش خو مانو بو دار خور مكان ما انت عيسى اللي يدركه عند باسك ويا صحابه بلا
ساون درجة حتى أبو هريرة أبو خوي فرمشي كعيسى دا بصي سلامي مني في أبجان بقال كي واو دقر منا مع أبو يعني شعوري لجي يعني خوي دا بصي باشا ما يفرمو قال منا مع أبو ما يو بنتان سلامي مني في أبجان جابوا براسي ليرة حذيفة كوري وسيدة فرمي دانيشة جارية معاويتي فرمي سي علامتي بباس كدب يا كم يانشي بو أو تشاوكي نابيني بس الله جل جلاله ورد شاي صاغه وبينه أما إثباتي شيتيا أم حديثة إثباتي دو شاويتيا أبو الله جل جلاله كون صفتك الله سبحانه وتعالى هيتي وهو باس ما انكر دوا لسرتاي أم باسي دجالة وإثباتي درشوني دجالي شيتيا جهمي كان هردوكي إنكاريك هم درشوني دجال هم إثباتي شابو الله جل جلاله وفرمي لنا وآجالا كان آنات وان سواري هيج آجالا نبي جود ريج نبي بيس لسر بيسي بيسي لسر بيسي وفرمي لنا وشاواني شي نسرا وكافر همو إيمان دارك يخوينتو خوينوار بي أخد نخوينوار بي نسين وخوينوار بزاني أخد نيزاني ما دام إيمان دارك أتواني بيخوينتو بلا ما قال دكتوراي هبه لشريعتا بروفيسور بيتي آيا ما دام إيمانك هل وشان وتو ناتواني بناسيته ودعاك باشانا فرمي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي تبكي فقال ما يبكيك قال ذكرت الدجال فبكت قال فلا تبكي فإنه إن يخرج وأنا حي أكفيكموه وإن مت فإن ربي عز وجل ليس بأعور عائشة خاتونة فرمي جارك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هات ماله من أجريام فرمي بوشي أجري فرمي بيدي دجالم كوتوبه أجري سيرك عائشة خاتون هاو سري رسول الله صلى الله عليه وسلم عبيدة ترين كسا عالمة ترين آفرتي سر زبية بمدينة أجري أترسيتو شي في دني دجال به أمره هرشي حلقي دجاجي ليه سيدي أكا هرشي فليمي أنا هرشي قوراني أنا هرشي برنامي أنا هرشي هوالي أنا بدوايا چه هشتاله پارز راوم لفتنه دجال های چون آقا من مهمم باشا جنی که یک چی که اما کچی ابو بکر صدیقه اما جنی رسول الله صلی اللہ علیه او جنی که یک چی که یک علمی لکو ہے لمالی که اگو ربو پرورده بو خریکی چیه حالا بخوی کوتو فرمی گریم رسول الله صلی اللہ علیه فرمی بو چیه گریه فرمي تم باسي بيري دجالم كتو قريام ترسام كومو فتنة كانيو فرمي ما قريه اگر درد شئتو من زينوب ملناو تانا من لناوي أبم دسي باكستان ناقا اگر اجنم أبم او ديار ترين علامتي دي. او چاي كورا پر وردگاري او چاي كورا ابو شئو طبعا مالا لفظي كتراب بدل درجي هاتو فرمي ان يخرج الدجال وانا حي كفيتكموه اگر دجال درچيتو من زينوب لناو تانابم او من لناو يبن بوتانو يوا باريزم لي وان يخرج الدجال بعدي فان ربكم ليس بيعور اگر دريش بچه پروردگار تان كويرنيو كوير وانه يخرج في يهودية اصبهان حتى يأتي المدينة او لكو درچه الرواية تراهاتو في قرية اسمها يهودية أصبهان لديك كبيوترة يهودية أصبهان وها مسر زوية قارة وبشون لحديثة كي تميمي داري شابو قوي فرمي مسر زوية قارة كدواتر بيهجين وفرمي أتشتها همو جيقاك تا أقاتا مدينة فينزل ناحيتها ولها يومئذ سبعة أبواب على كل نقب منها ملكان يدل لاكي مدينة ودا أبوزي منطقة السابقة لبين كيوي أحدو أو قرداء قد يخيله وزام جبل الضيب يا وتر بيني ودوانا كوسر قرديسا مالي مليك يتأوي لو دعى بزي فرمي له هو سيرنا مديناك بمزقوتي رسول الله فرمي صلى الله عليه وسلم هذا قصر محمد قصرك رسول الله صلى الله عليه وسلم
أنجا فرمي فيخرج إليه شرارها لرواية كانت لا فرمي فترتجف المدينة ثلاث رجفات مدينة سيجار خير راوشيني فلا يبقى منافق ولا منافقة إلا خرج إليه يق منافقي نير ويق منافقي مينا مينا إلا درجة ولا دجال بوا مدينة خوي بقاك قاعدوا جاء فرمي همو كولان وكن كن بريكي أم شاري مدينة ملائكتك لسلاي بارزة ودرقا كاني شي حو درقا هي هل يكودو ملائكي لسلاي بارزة وفرمي أنجا أروالا قال أو كسخرافاني لمدينة دينا دروب ولاي برو شام ولاي فلسطين أو يا عيسى دابزة لبيت المقدس صلاة السلام الله إلى سربي لباب اللودة يكوجي جاء مدينة خوي باكا كاتو لمنافقة كاني وي رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة خير لهم لو كانوا يعلم جاء فرمي المدينة تنفي نفسها كما تنفي الكيرو الخبث من الحديث مدينة خوي باكا كاتو وكتشون دسجا أسنجر أسن باكا كاتو لبيسيا كاني وفرمي إيمان خوي كابناو مدينة إن الإيمان يأذر إلى المدينة دي كما يأذر الحية إلى جحرها إيمان خويك أبناء مدينة وقلت شون مار خويك أبناء كنك بويا أم فرمديك عظيمة ولا فرمديك ترى فرمي إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم وإن يخرج وأنا لست فيكم فكل مريئين حجيج نفسه أقل من زينوبم دجال دربشي من تان بسطاو وتان لناوبم بس أقل من زينوب مدربشي بحموك أسخمي خوي بخوا أخمي خوي بخوا بود دوان زخالي باس مانك أبي آقا دار بي بوش يلا باش أنا فرمي عن داود ابن عامر ابن سعيد ابن مالك عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصفن الدجال صفة لم يصفها من كان قبل إنه أعور وليس الله بأعور فرمي وصفيك دجال تنبوه كم هيش بيغمر إلا بيش منه وصفين أكردوه إيش بليتي لو يكتشيه أو تشاوه كيشوير بلعم الله جل جلاله تشاوه كيورنية عن ابن عمر إنسان لا عايش خاتنه باسكت لا مالك وباسكت لمالك كوري عوفو عن في كوري مالك أو باسكت ولا عبد الله كوري عمر وباسكت أما سيا صحابة بوشي صحابة كان يجوغينا بوي بيض بلا وكل فرطة يا باس ماكت كزياد لتشوار صحابة حديثان انقراوته أفرمي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي إن الله إن ألا إن الله ليس بأعور وإن المسيح الدجال أعور عينه اليمنى كأنه عنبة طافي أفرمي أقدار بن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي برورد قارتان شاوة كان صافن كويرني بلع مسيح الدجال شاوكي كويرا وشاوي راستي شيوكو شيوا دنكتريكي بولتريكي تقيوكا ناوكي در هات به توی خلاکی ما بته و چون آبوجه تو و بوکی تو. باشن هل ابن عمر وقال قام رسول الله صلی الله علیه و سلم في الناس فاثنى على الله عز وجل بما هو أهله ثم أهله ثم ذكر الدجال. فقال إني لا أنذركموه وما من نبي إلا قد أنذر قومه ولقد أنذر نوح قومه ولكن سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه تعلمون أنه أعور وأن الله ليس وإن الله ليس بأعور. فرمي ابن عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسي دجال بوكر دين فرمي من أقادار دانا كما ولي شوك همو بيغمر قومك خوي لي أقادار كدوتو تنانت نوح قومك خوي لي لك أقادار كدوتو ككيبون قليل ما آمن معه إلا قليل كلك اشتيك دابزين كما يقول فرمي بلا من اشتيك تام بيغلم لباري ويش بيغمر با وما تكاني بيش خوي نوتو إيوازان كالله جل جلاله أعورني يعني تشاوي هي ولا جهمي كان لا نيه دي تشاوي نيه دجال عيبيت يا كشاوي شي نابينه الله جل جلاله تشاوي هني لا جهمي كان حتى قاعد السر شاعر كان يمر عم باشا و نبوني تشاويك بو دجال عيبه اما نفي هردوك يا كان بو الله جل جلاله يعني زور خراب ترعيب ذلك فنابا الله جل جلاله لو قمراي هلا ابن عمر وبدو سنة دو سنة دي تري هنا يتي كان فرمي لا
مثالي دعاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر المسيح الدجال، قال ابن بشر ذكر الدجال بين ظهراني الناس فقال إن الله عز وجل ليس بأعور، ألا وإن المسيح الدجال أعور عين اليمنى كأن عينه عنبة طافية. هلا ابن عمير وأمجارين عبيد كري عمير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدجال أعور وإن الله ليس بأعور، مكتوب بين عينيه كافر يقرأ كل مؤمن كاتب وغير كاتب من سبو بشان بتشوار باشان لأنسي كري مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدجال أعور وإن ربكم عز وجل ليس بأعور، مكتوب بين عينيه كافر يقرأ كل مؤمن كاتب وغير كاتب. أبو بيانش صحابة عن ابن عباس أو أبو بشش صحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الدجال أعور هجان أزهر كأن رأسه أصلة أشبه الناس بعبد العزة ابن قطن رجل من خزاعة، فإما هلك الهلك فإن ربكم ليس بأعور. لا ابن عباس وفرمي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي دجال شاوي كيوارا نابينا هجان أزهر يعني أو شاوي كجاوته بهزار حال روناكيتيا أبو شيو وكتشون مانك كبرياكي نعمني ورده ورده بشو كبيتو بيتو بدم داس يعني شاوي أوا كجاوته قلينكي كامل نيبر وكو دن كتريا كتشون أوا كي دركي أوا بكيتو أوا هي هجان أزهر ما بس يوه وسري وكشي وأصلا أصلا ما بس تبي بابلين كوتر الدارة وأفرمي أشبه الناس بعبد العزة زور لعبد العزة أجي أصلا بني دارة كوتر دارة أفرمي لا عبد العزة كوري قطنة شيء كسروكي هوزي خزاعة وأبزام إيك يا بولواني بتبرسينا أنا وما كوا باش أنا أفرمي فإما هلك الهلك يعني دجال خوي بهلاك شو أنا شدوا يا كون بهلاك يا نبا أفهم بالورد قارتان شاعي صاغة بها سندك ترى لقت هذا شوي هنا عادي. هل ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدجال أجعد أجعد يعني قجل له هجال أقمر كأن رأسه عظة شجرة أو لا يشهدها ما أشتع عظة شجرة ابن دارك هجال أقمر إجباس ما أكد لعبد العزاء كري قطنا شيك بيعك له وزي خزاعة فإما هلك الهلك أنه أعور وإن الله ليس بأعور. هلك الهلك أو بس يتشيا لنا وشوني طاوتي ودجالة أبو شيو وبو شيو أنكوت وكانيتي باشان لجابري كري عبد الله أما حوتمين صحابة قال أشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم على فلق من أفلاق الحرة ونحن معه فقال نعمة الأرض المدينة إذا خرج الدجال، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت ما كانت فتنة ولا تكون حتى تقوم ساعة أكبر من فتنة الدجال، وما من نبي إلا قد حذر أمته لأخبرنكم بشيء ما أخبر به نبي أمته أمته قبلي، ثم وضع يده على عينيه ثم قال أشهد أن الله عز وجل ليس بأعور. فرمي جابري كوري عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم شو يسريك لا قردكاني مدينة لكوية لمنطقة حرة من حرة لمدينة أو دو جيقايا كخوري لي هلديو خوري تيا آوابي وزورترين قرماي قريتو ويبي وتري حرة زور قرما بي جاء فرمي شو يسر حره كان طبعا دياله حره لاي سبغه فرمي مجلة قال يا أبوين فرمي براستي زوي مدينة زوية كي بر بركة الدجال ناتو أنا بيتناوي فاش أنا فرمي هيج فتنة يق نبوة لا آدم وهتاوكو برپابوني قيامة بقر فتنة الدجال قورة بي همو بيغمركي جمعتكي خوي لي أقدار كردوتو وفرمي منشتكتان بيالهم كأواني كبيع النوتون لأخبرنكم بشيء ما أخبر به نبي أمته قبلي فرمي أنجا هردو شاوي خستا هردو دستي خستا هردو بنجي خستا سر شاوي كاني فرمي أتا أتو آوى أتو شا آوى فرمي شاهدي أدم الله جل جلاله شاوي صاغة كويرنية
اما جيب ودوشا و الله جل جلاله لالا جابرو هنابيتي وانه اعور وان ربكم ليس باعور باشان صحابك اغوري عبادي كوري صامت اما هشتم صحابه كلي ويقرته انه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اني قد حدثتكم عن الدجال حتى خشيت ان لا تعقلوا جعد اعور فاعلموا ان ربكم ليس باعور وانكم لن تروا ربكم حتى تموتوا لما نسي نشان باسك افرمي عبادي كوري صامت فرمي باسي دجال بوكر دون بلام هشتا ترسم هيك ليتي انا قشتبن وجوان نيناسن دجال قجيلولا اعور شاوكي كويرا وبروردغاري واعورنيا شاوكاني صاغا وايوا بروردغارتان نابين هتان امر ام حديثه سي مساله تي مساله كمان درچوني دجال مساله دوميان الله دو شاوي هي مساله سيميان دجال شاوي كويرا كوهر عايد درچوني دجال مساله سيما ببشي بينيني الله كي بيني كوفاتك دوزينو كرايتو بيني بيجوب نايبين لا تدركه الأبصار وهو يدركه الأبصار لأبو أمامي باهلي ومبضى الصحابة خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أكثر خطبته ما يحذرنا الدجال قال إنه يبدأ فيقول أنا نبي ثم يقول أنا ربكم ولكن لن تروا ربكم حتى تموت وإنه أعور وإن ربكم ليس بأعور من لقيه فليتفل في وجهه فليتفل في وجهه أفرمى أبو أمام باهلي رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبه بوين باسي دجالي زور بوكردين زور بي خطبه كاني باسي دجال بو طبعا خوش يفرمى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج حتى يزهل الأئمة عن ذكره على المنابر دجال درجة كاتك إمام كان لسلم من بركان ترباسينا كان دي رسول الله صلى الله عليه وسلم خوي لهم كسزيات ترباسي كدو بدامين باسي كدو تو باشه امام خطيب و باسي ناكي بو خلقه دي اگه در ناكي تو افرمي انجا فرموي سرطا دجال كدية اره من پیغمبرم لرواتکاني ترا پیش پیغمبرات اره من ملیکم مصلحم دعاله پیغمبرم دعاله من پروردگارتانم جا فرموي بزن او چایی کوره پروردگارتان چایی ساخه و ناش توان پروردگارتان ببین هتا نمرد لا نسي كري مالك وما من نبي إلا وقد أنذر أمته الأعور الكذاب ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور مكتوب بين عيني كافر يعني سيلك جمعي كدولة بيني ورواياتان أهمك إثباتي شاوك أبو الله جل جلاله وإثباتي نبوني شاوك كابو دجال بو يردي جهمي كاني بباتو بانوع لفظه نابيتي شندين لفظه نابيتي جوهر نابيتي ديسان صحابة كاغوري أسمائك شي يزيد أبو بيانظر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس مجلسا مرضا يحدثهم عن الأعور الدجال فقال واعلموا أن الله عز وجل صحيح ليس بأعور وأن الدجال أعور ممسوح العين بين عينيه مكتوب كافر يقرأه كل مؤمن وكاتب وغير كاتب أو شو حديث كان ترى عن ابن عمر قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مسيح الدجال فقال إن الله عز وجل ليس بأعور ألا إن مسيح الدجال أعور عين اليمنى كأن عينه عنبة طافية هاو الشيء يفرم دكاني ترى قال عبد الله بن عمر كنا نحدث بحجة الوداع لا ندري أنه الوداع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان في حجة الوداع خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر المسيح الدجال فأطنب في ذكره فما إما باسي حجة الوداع ما نكر بلا منمها نزاني عبد الله كري عمر حجة الوداع وداع رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمتك وفرمي رسول الله صلى الله عليه وسلم لحجة الوداع خطبه كيبوين باسي دجال بوكردين أطنب في ذكره زود رجيدا بباس كردني ثم قال ما بعث الله من نبي إلا قد أنذر أمته ولقد أنذر نوح أمته والنبيون صلى الله عليه وسلم من بعده والنبيين من بعده ألا ما خفي عليكم من شأنه فلا يخفين عليكم أن ربكم ليس بأعور ألا ما خفي عليكم فرمي أنجا لفرمو دكا فرمي هيج بغمبر يقني أقداري قومك يكردو على الدجال تناد نوح عليه السلام أقداري قومك يكردو على الدجال بغمراني دو أميش وأقر هموش تيقل حالي دجالة ليتان تيك بشيو نتوان بيناس نو أقداري أم حالتي بنك أو تشايكي كيرو برودقاري أو تشايكي كيرني عن ابن عباس قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الدجال فقال أعور هجان
كان رأسه أصلة أشبه رجالكم به عبد العزى بن قطن، فإما هلك الهلك فإن ربكم ليس بأعور. هاو شيء يفرمو ذكاني بيشو. عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لم يكن نبي قبلي إلا وصفه لأمته، يعني الدجال، ولا أصفنه صفة لم يصفها من كان قبلي، إنه أعور وإن الله عز وجل ليس بأعور، عينه اليمنى كأنه عنبة طافية. هاو شيء يفرمو ذكاني. عن مجاهد قال كان جنادة بن أبي أمية أميرا علينا في البحر 6 سنين، فخطبنا ذات يوم فقال دخلنا على رجل من أصحاب النبي أمل لرأي تريبا دوانز صحابة، فقلنا حدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أنذركم المسيح هو رجل ممسوح، فاعلموا أن الله ليس بأعور، ليس الله بأعور. أفرمي جنادي كري أمية أمير معبو إمام مجاهد جهاد معناك الشجدة نصال أمير معبو إلى شكرك جالك يعني خطبي بوين فرمي شنب ولايك إلى حوالاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ودم حديثك بوبيار ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثي بوبيار عمو كرسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي زارت أنا كم هجداري تام بيدم لباري دجاله كم ممسوحة جافر فرمي بزن أو شاي شوارو بروردقاري أو شاي صاقة شنجاري دوباري كردو. بهمان شوى عن جنادة ابن أبي أمية الأزدي قال ذهبت أنا ورجل من الأنصار إلى رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا حدثنا ما سمعت عن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر في الدجال ولا تحدثنا عن غيره إن كان عندك مصدقة، فقال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنذرتكم الدجال 3 فإنه لم يكن نبي قبلي إلا قد أنذره أمته وهذه زيادة أبوي كله، وإنه فيكم أيتها الأمة، وإنه جعد آدم ومسوح العين اليسرى، معه جنة ونار، فناره جنة وجنته نار، ومعه جبل من خبز ونهر من ماء، وإنه يمطر المطر ولا ينبت الشجرة، وإنه يسلط على نفس فيتلفها لا يسلط على غيرها، وإنه يمكث في الأرض 40 صباحا يبلغ فيها كل منهل إلا لا يقرب 4 مساجد، مسجد الحرام ومسجد المدينة ومسجد الطور ومسجد الأقصى وما شبه عليكم فإن ربكم ليس بأعور. هر لجنادي كري أمية ويجارته أزديكا فرمين شنب ولايك لها ولاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وتم باسي دجال بوبكة شون لرسول الله بيستوى لرسول الله ونبي لكسيك وباسي مكبهم. فرمي رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبي بودين سيجار فرمي هوش داري تام بيدم لباري دجاله ان جاء فرمي هیچ پیغمبر نه بولا پیش منو الا امتکی اگادر کردو تول دجال. ان جاء فرمی اگادر بن دت لناو ایو عادت قجیلوله پیستی گنم رنگا بر سور روا گنم رنگی کی سور آوا هاتو هو من سور اسمی پیاله چاوی راستی مسح کراوا بهشت جهنم پی بهشت کی جهنم جهنم کی بهشت كيفك لا نانو أو بابا تاني بيو درياق لا آيو بيو خلق دعاك بو أو نانو آو بارانا بارانا بلام درخد درنا بي درخدنا بوجيتو بيو برو درنا بي بسر يك دانا نفسا ظالة بيو جو قنجيك لمدينة بوي دارة شيء تدعو بسر كسي تران ظالنا بي سر زبيع منتو چل روش روش يكا ميان صالك دو ميان ماهن كسي ميان حفتيك روش كاين تراسايا وهمو سر زبيع غره من هل يعني همو جيغا غره بس ناتوان زيكي تشوار دانا مزقوت كيف مكة مدينة مزقوتي أقصى كيف طور ناتوان زيكي وانا بكيف حد شيء قشتان ليت يكشوا يعني يقال هاد نشانه كيتان ندوزيو بيتان نزان راب زان كاو شاي كيرو الله جل جلاله شاي كيرني. عن أسماء بنت يزيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذر أصحابه الدجال فقال أحذركم المسيح الدجال وإنه كل نبي قد أنذر قومه وهو فيكم أيتها الأمة وسأحكي لكم من نعته ما لم تحكي الأنبياء قبل لقومهم يكون قبل خروجه سنين جدب حتى يهلك كل ذي حافر. فناداه رجل فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يعيش المؤمنون؟ قال بما يعيش به الملائكة ثم يخرج وهو أعور وليس الله بأعور بين عينيه مكتوب كافر يقرأه كل مؤمن من أمي
وكاتب أكثر من يتبعه اليهود والنساء والأعراب يرون السماء تمطر وهي لا تمطر والأرض تنبت وهي لا تنبت فذكر الحديث بطوله إلى آخره. أسمائك شيء يزيد إجارته فرمي ذلك عن جملة رسول الله صلى الله عليه وسلم باسي دجال يكربو هاولا كاني لو يبيشا فرمي بو إيمه باسكر يعني بو جنان ورسول الله صلى الله عليه وسلم بجياش هوشداري لباري دجال وبجنان داو جغلوي بجيا ببيوانيش داو. فرمي رسول الله صلى الله عليه وسلم باسي دجالي بو يما كر بو يابو صحابة كان يكر جملة بو فرمي هوشداري تان بيديم أقدار تانكمو لباري دجالو إيش بيخ مري نبو بيش من إلا قومكي خوي أقدار كردوتو ولا إيوا عندنا شيء أمتي من تأخر زمان بيتانا لم حال نشاني شونا كبشيوي كيش بيخمر بيش من بوشيو باسينا كرد بيبو قومكي أقا دار من بيش أوي دار شيء وش كصالي كي زور روكات خلقي وقاتو قريو نبوني بروبم حتى همو خاوان حافري يعني همو خاوان سماك حافر السما شي يقريتوا مرو بزنو مانغاو أو أنا هم يقريتوا هتا أوكو بابلين وشتر بوشتر خاون چيه خاون خفة خاون خفة بلام اوانيك خاون حافرة يعني اوانا امرد همويك لسر چيه جين لسر ترايو جويا او بابتان عجين بلام مشتر لسر او ناجي لبيابان ادر قدال اخو عجي بواج ويومينه او اما جيبو انزا فرمي بيا اقباني رسول الله كرسال الله عليه وسلم فرمي من داران بچي يجين فرمي بوي ملائكة بيجي وهي ملائكة بيجي إذا تفصيلي بينا أو الذكرى يا أخو تشيا هندي قالن ذكرى هندي قالن نا إيمان دارن بشتي كم لخواردنو ذكرى يزورجي أو كاوا أو كملائكة تياتي بواني جاء أو فالمن جاد دارت شيء وشاوي كي كيرو فرورد قاري إيه وشاوي كيرنيو و لأن شواني نسرى وكافر هم إيمان دار بوي خوين ريتو يتخوين واريها بونيبه والله مكافر دكتوراه شيء بلا شريعة بوين أخينته. وافر من زور بيه واني دعاء كون يهود جنان دشتكي كان. وافر من تماشا كان باران أباري لأسمانه والله باران نية وشاو بستي لك الدون. جيادرية لزيو والله جاي حقيقي نية شاو بستي لك الدون. يعني سحري يعني لك علي أنا خلط هنا. يا وي بو ساحيري بشكول أنا حل خلط أبي بيش حل أخلط. جافر من حديث قيبة دور ديجي باسكت. باشان آخر فرمودة كينا يأتي لبابكا فرمودة تميم دارية بس ديرا بنقصاني هنا بيتي إما فرمودة بدريجي باسكينو كتائب باسكا هني. طبعا تميم داري لفرمودة كيها هتوى فرمي وكان رجلا نصرانيا أسلاما بياوك بو العرب نصراني بو مسلمان بو أبو الشيوية بداية فرمودة كلا صحي مسلمة فرمي نودية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة فاجتمع الناس له بانكر على سردمي رسول الله صلى الله عليه وسلم كوب نوبونيش كوب نوبونيش فرمي خلق يومي كوب يوبونيش فرمي فلما قضوا الصلاة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يلزم كل أحد منكم مكانه هركز ليه وبالجي خواه دانيش جيغانا قورا جوم ليه بقرا انجا فرمي إن تيمان الداري حدثني بحديث كان يوافق ما حدثتكم به عن الدجال تميم داري حديثي بو جراومته وموافقه وحديثاناك كمن لباري الدجال بو ايوم جراوته حديثي قيتش يا فرمي أن تميم الداري جاءني حدثني أن قوما ركبوا في سفينة في البحر فعصفت بهم الريح تميم داري وقومك ايش نسر بحر بس سفينة قشتكن تربو تجارته بو ماسي قلتنا بو هرشتك شيئا شفوا لكاني دريا وباو بوراني ناو دريا ياريان بيكا فألقتهم إلى جزيرة في البحر هل يعني أتى جزيرة كو باشا لبحرة طبعا أرونك كان داوي عربي كان دولتي كلا سراء لسعودية وتاقاتا إيرانيش أوانيش لو آوى يابون يارا باشا بولو با هنا كاني دريا روشتونة كان داوي فارسو ولو يو جزيرة لإيرانا على بيت الدجال ينديو وفرمي كبردني على جزيرة كيش خواردن من بين أبو برسي من بولا لفظة كي ترى هاتوا لفظة ثرية هاتوا فرمي مش دابا زينة سلو جزيرة وتمان باش مشتك من دسكي بيخوين فإذا هم بدابة أشعر قالوا لها ما أنت قال أنا جساسة وتي من جساسة فرمي دابا زينة سر جزيرة كا توزيق روشتن بنيان
بونور دركو هامو يعني موا رواية كترا كهاتو ولا صحيح مسلمة أفرميل لا يدرى باطنه يا دبوره دبوره من قبله نتزاني كام بيشودي كام دواويت فرميت بان توكي وتي من جساسم جساسم أي من جاسوسم جاسوس دجال جساسم تجسس وهاتو جاسوسي بو دجال كردو جاسوسي بو دجال كردو استشهر جساسة هي جاسوسي كابو دجال وكبش كولا كان أو بقو ركي كردو انجا فرمي وثمان بوسه برسياري ليكين فرمي برون او بياوا كلو ديريايا او بياوا كلو دوريا ديريايا متشوق لخبركم زور بي خوشي او بين قصتان لقلك او بياواش كي ابو دجال بو تمي داري فرمي هاتين بو ديريك بيني من بياويك عظيم الخلقه يعني همو اندامكي قوري دسي قوري قاشي قوري سري قوري شعبي قوري جوي قوري لوتي قوري دمي قوري همي قوري قوري يقناو كتر بالاي برزنية ناهتو بلا بالاي برز وزخمة بس هاتو عظيم الخلقية عندما كان لشي همي قوري قوري هاشا إنسان واه بالاي كما بالاي هموش تيكي قوري فلنتشي نجورو بولاي شوار برسياري لكردين يكام يانوتي آيا بيغنبري عرب درشو محمد صلى الله عليه وسلم فرمي عثمان بلا درشو فرمي شي كردو فرمي عثمان دعوي كردو اعلان دولتي كردو شري كردو لقال اعرابو تزالبو بسر يعني عثمان بلا زاربو بسر همودش عربه نيو درجي عربيه مي كوتو دسي وهموش يعني جرى عليه كان فرمي دي جرى عليه كان باشتربو يعني اما يا كم يعني دو اترى فرمي برسياري كلا باري النخلي بيسانو منطقي بيسان لشام كومال دار خورماي زوري تيا وابزام الأكيوتا أردنو كومال دار خورماي زوري تيا بابلين كا بروبومي كي باشي هيو صالانا لي خوري ولي أفروش لي وتجارتي بيواك لي فرمي آية نخلي بيسان چی ما وتی ان لباری چی و پرسیاری کی وتی لباری بروبومی و هی تی وتمان بالا بروبومی هی وتی نزیک بروبومی نمانه نزیک بروبومی نمانه پرسیاری دو آوی افن پرسیاری کل لباری عین زعره و کابریتیا ل سرچاوی کی آوی اوج هلا شاما خالکی گیزوری سفادی لیکا الله وتمان لباری چی عین زعره پرسیاری کی تی لباری آوا کی و آیا آوی هی و بردوام زراعتی پیکری و آوی لی خوری تو فرمی من بالا بر دوام زراعتی لی کری و آویش لی خوری تو فرمی زوری نماو شکا پرسیاری سیم پرسیاری سیم پرسیاری بحیری طب دی کر آوی تیا بالا آوی تیا گوری فرمی آوی جوانی نماو کم که که سب بحیری طب دی زور کمی کردو و ول بین فلسطین و لبنان و اسرائیل و آوانه ها بونیه و فرمی فرمی وتی دجال لعنتی الله لبه وتي من دجال كاوش تانا الرؤيا باسم كالدرج أولينا ما درج ومن زي كان الدرج كما أن باسم كرها مو رؤيا درج ووتي منها مو سرزبيا قرر برامنات وأنا بشما مكة ومدينة وقدس لرواتك كيتري شاعت بولا في شاقين مانوا كيوي توريش أفرمي وتي دجال لو خرجت ما تركت أرضا إلا وطأتها يا وطئتها رجلي غير طيبة غير طيبة أقدر بشم أشبه موزوي أكبن بيانم شاري مدينة بينات وانم أنجا فرم فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة هذه الطيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي أما طيبة أم شارة شاري مدينة وإنه خارج فيكم أما هردر شيء باشا فما شبه عليكم فاعلموا ان ربكم ليس بأعور هرشتي كيتان ليتيك شو يعني اجر هاتشتيتي بوتان الناس راه ليتان تيك شو بزان كبر وردقاري ايوا اعورني نابيناني هردو شاي صاغ قال هندي رواياتها هاتوا كافرمي اعور العين اليسرى هاتوشا عين اليمنى باشا طبعا دجال هر دو چاوی که شی تیایا بلا می کن تاو کجاوه تو یکنو کو بالا تری کی کجاوه ابینه پی با اتره ما انسان به عقلی همه که انسان به کلکی چاوکانی خوینه به کلکی خلقی
تاب بخوان كم كي خلقنا تاب بيت اخوان اما كوتاي بابا كبو وام بابي بو يدارشتوا لدو روى ردي جهميه كان معتزله كان بداتوا لروي انكاري صفتي عينه ابو الله جل جلاله ولروي انكاري درچوني دجالي شو وربطك هيلا بينه يعني ربطك هيلا بينه جهميه كان شوين كوتي دجال چونك هم باوريان بصفات كان الله نيا جل جلاله وهم باوريان بدرچوني دجالي جنيا بو كهاد دعاء كون كهاد دعاء كون ان شاء الله اورون واشكرا ان شاء الله لرعاية السين والحمد لله رب العالمين.